كنت في الجامعة بشتغل، أنا كنت بكسب في الإعلانات اللي أنا بعملها دي، وأنا جراف أو كلاكيت أو حاجة، كنت بكسب وقتها 100 جنيه في اليوم، وده كان بيخليني قدام أهلي ما أطلبش منهم فلوس ولا حاجة. كم 100 جنيه؟ كم 100 جنيه؟ سنة وأنا في الجامعة 97 و 98 المرحلة دي، يعني 100 جنيه ده محترم محترم، كان 100 جنيه محترم. بس بتشتغل مثلا اسبوع في الشهر، مش كل يوم 100 جنيه يعني، عشان كنت مثلا اسبوع في الشهر 8 ايام في الشهر. فبالنسبه لي وانا طالب كان هايل، وانا ما كانش هدفي الفلوس، كان هدفي ان انا اوصل رساله لاهلي ان الكارير اللي انا عايز اشتغل فيه ده هقدر اكسب منه واقدر اعيش منه وكده. فكانت دي الرحله. بعدها بدأت انكش بقى في التمثيل في الكليه، مثلت مسرح، لقيت نفسي عايز اخرج مسرح، اسست فرقه لقاء مع الاستاذ خالد جلال اللي انا عليها، الاستاذ جمال دلوقتي، لقيت نفسي بمثل وبخرج وبعمل اعلانات وبعمل صوت وبعمل اضاءه، لقيت نفسي بعمل كل، بنظم رحلات في الكليه، لقيت نفسي بعمل كل حاجه. وقتها ما كنتش فاهم ايه، كنت فاكر ان انا تايه يعني. دلوقتي لما ببص بقول لا، هو كويس ان انا دقت من كل الاطباق، فعرفت بالظبط ايه الطبق المفضل بالنسبه لي. خدت كل المقالب او اغلبها، انا الانسان يفضل ياخد مقالب طول عمره يعني، خدت معظم المقالب بدري، فبقيت فاهم ممكن اعمل ايه، او مش شرط اعمل ايه علشان اقاوم المقلب على فكره.